نحط الطرشون تاعي هكذا يا باش نعاود نقرصوا فيه العجين تاع خالتي دوجة الخبيزات هذوك راح نحطوهم لهنا ونغطيوهم. وفي زمان شتا خالتي دوجة وين يكون الحال بارد وكامل يغطيو بالطرشون هكذا ويزيدوا كوفيرطا خفيفه هكا ايه واش يعيطوا لهم خالتي دوجة تاع بكري شغل فراشيه ولا كوفيرطا تاع هذوك الخفاف ايه يديروا لهم كيما كانوا اللي كانوا عندهم بكري كامل يزيدوا يغطوا هذاك. احنا نديروا كنا بكري الميدا. كيفاش الميدا؟ في ميدا 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 طاح ايه؟ في ميدا ميدا تاعك مدوري نفرشوا لها ايه؟ ما نفرشوا لها من تحت سخون ومن فوق سخون باش يحمر الخبز ايه هكذا كي ايه؟